استاذ حمزه، شنو المشكله الصايره ليش بدا الجفاف من الان، يعني بعد 3 اشهر 4 للصيف؟ هو شنو جفاف بيصير؟ مزمن، امراض العراق مزمنه، يعني الاشياء ما تجي يعني هيك صدفه. الجفاف احنا من زمان، من ال 2000 ذكرنا انه راح تجينا ايام من جفاف وانعجاف، ولكن احنا تعاملنا يومي، عندما يكون التعامل يومي يعني اليوم ناكله الله كريم، بكره ماكو يجي دوله تعيش على الايام وتعيش على الاشياء الجاهزه. المواد، الملفات المائيه والزراعه والامن الغذائي والمائي بها استراتيجيات دوله، وبها موازنه، وبها خبراء، وبها شركات، وبها استثمارات، حتى الدوله توقف على رجلها. يعني الاستقرار السياسي لاي دوله هي استقرار امنها الغذائي وامنها المائي، سواء عندها مي. يعني السعوديه ما عندها مي، بس مستقره غذائيا لان ضامنه انه الامن الغذائي مضمون، فمعناته احنا في مأمن. والاستقرار السياسي في العراق مشكلته انه ما عندنا حاله سياسه مستقره، ولهذا نشوف المجاملات اللي تصير على الملف المائي كثيره جدا، لان باعتبارها هو الملف الرئيسي بيننا وبين ايران وبيننا وبين تركيا، قبل ما تصير تجاره، قبل ما تصير بها علاقات امنيه، هو الملف المائي اللي هو قديم قدم حضاره العراق، سواء ايام من كان العراق يعاني من الفيضانات وتطلب من تركيا انه شلون يعني نبهونا قبل كان لاسلكي، وانه جتكم موجه فيضانيه وذابت الثلوج، كانت دجله وبعدين الفرات. فهاي كانت انه العلاقات هي اللي كانت تجمعنا بين تركيا وبين ايران، كان الفيضان. بعدين الفيضان بعد ما صارت السدود التركيه والسدود العراقيه، احنا من دوله الفائض المائي صرنا دوله العوز المائي. ومع هاي الفتره اللي صار بعد 2003، طبعا هي حربين وعقد من الحصار وبعدين تغيير في النظام، هاي كلها اسباب خلت انه الملف المائي يكون ضعيف. ولكن بعد 2003 تشكلت حكومه، وعلى اساس اكو علاقات جيده مع الجاره ايران ومع تركيا، وصارت الابواب مفتوحه والتجاره، الابواب على مصراعيها للتجاره بكل الانواع، ولكن نسي أو تناسى أن يكون الملف المائي على الأجندة، جزء هو المفروض يكون في رأس الأجندة، احنا خلينا نقول ولو كان نقبل يكون جزء من الأجندة في هذه المباحثات، ولكن أصبح في طي النسيان. وذكرنا أنه راح يجي في يوم سيقع الفأس بالرأس، وهذا الصيف سيكون صيف لاهب حرارة وسياسة، ما ندخل بالسياسة وحتى السياسيات، وراح يكون من ناحية الجفاف باعتبار راح يتكرر عندنا 3 مواسم جفاف، يعني هي صعبه جدا. والفلاح العراقي خاصه بالذنايب اللي هي العراقيه دوله مصر، وخاصه بالذنايب اللي هي الوسط او خلينا نقول الجنوب، راح يعاني معاناه شديده جدا، وتكون الكارثه يعني هي واقع حال. احنا نقول شنا على شفا كارثه، والان الكارثه وقعت، ووقعت الواقعه، وراها زلازل، وراها يعني امورات اخرى. كل هذه المسائل تجي من لانه لم تعالج الملف المائي. وكان حديثنا مع يعني عندما يكون الحديث عن الماء كان حديث مجاملات، سواء مع الجاره الشرقيه ايران او الجاره الشماليه تركيا، لم نتحدث الى حقوق العراق، لم نتحدث الى ابرام اتفاق ملزم، لم نتجرأ ان يكون الماء هو المحك في التجارة، في المسائل الأمنية، في أي علاقة مع هذه الدولتين. كل الدول أخذت تقوم بمشاريع استراتيجية، وصارت الأمر ديفاكتو أمر واقع على العراق. تركيا أكملت كل مشاريعها، سواء بفلوس دول عربية أو بفلوس دول أخرى، أكملت مشاريعها، و كذلك إيران غيرت مجاري الأنهار. يعني هذا اللي سابقة في إيران سابقة خطيرة جدا، وذكرنا أنه حتى تركيا إذا تكون عليها جزء من الجريان البيئي في مجاري النهرين دجلة والفرات، إيران حتى هذه قطعت هذه الأنهار، يعني الجريان صار صفري. فحتى رفقا بالثروة الحيوانية، الأسماك، الحيوانات اللي تعيش في هذه البيئة كلها صار بها نفوخ،
وهذه سابقة خطيرة، وذكرنا أنه يجب أن يعني سواء من ناحية الدين أو من ناحية الجيرة الحسنة أو من ناحية أي عرف إنساني أو قانون دولي ما يقبل. يعني حتى هذا الحد الأدنى صار انقطع عن الأنهار اللي تجي من الجهة الشرقية إيران. تركيا اكتفت بالحد الأدنى وبالمجاملات الكبيرة اللي محتاجها العراق، فاليوم الوضع طيب مأساوي جدا. نعم أستاذ حمد.